السلام عليكم، معكم أمين من شركة جولدن ديتكتر في أبوظبي، الشركة المختصة بجس الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. اليوم معانا ومعاكم جهاز فيوجن بروفيشنال بلس، واحد من أقوى أجهزة OKM الألماني، اللي بيمتاز بخصائصه الملائمة للشرق الأوسط بثلاث أنظمة بحث. الجهاز بكل بساطة يعتبر الأفضل لتصوير الفراغات والمعادن، وعلى غرار الأجهزة اللي بتعمل بنفس المجال، جهاز فيوجن بروفيشنال بلس بيتميز بقرص بحث مدمج أسفل الوحدة الرئيسية. بيمكن الجهاز من التقاط حتى شذرات الذهب الصغيرة، ليكون الجهاز الأول من نوعه اللي بيجمع ما بين المعادن المعرضة للهواء والدفائن والفراغات في باطن الأرض. وبشكل عام جهاز الفيوجن بنسخة البروفيشنال بلس تحديدا واللي معانا لليوم بيتم استخدام فيها الموجات فوق الصوتية أو الألترا ساوند بنظام البحث المباشر، وهي طريقة البحث الأكثر دقة من فترات طويلة بعالم التنقيب عن الفراغات والمعادن، اللي بتعطي المستخدم أكثر النتائج موثوقية، وبنشوفها معاكم بإذن الله خلال هذا الفيديو. من أهم الأمور بأي جهاز تصويري هو بالتأكيد برنامج تحليل وعرض الصور، وبطبيعة الحال كون الفيوجن أحد أجهزة OKM بيتم إرفاق نسخة مجانية من البرنامج المفضل لجميع المنقبين بهذا المجال، ألا وهو برنامج الفيجواليزر 3D، واحد من نقاط قوة نتائج جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس. لكن الأهم من جميع مميزات الجهاز والبرنامج هو التأكد من الحصول على التدريب والمتابعة اللي بتقدمها شركة جولدن ديتكتر بشكل مجاني لجميع العملاء، وتحليل صور النتائج ليتمكن العميل من الجهاز بشكل كامل ويحصل على الفائدة القصوى منه. نحن بشركة جولدن ديتكتر في أبوظبي نضمن لجميع العملاء الحصول على أفضل الدورات التدريبية على الأجهزة من مهندسين قسم الدعم الفني المختصين. على العموم خليكم معنا بهذا الفيديو، نستعرض لكم جهاز الفيوجن الضخم. ننتقل معاكم حاليا لاستعراض اكسسوارات جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس. بداية عندنا بطاقة الضمان من المصنع على جهاز الفيوجن لمدة 3 سنوات، مقدمة من مصنع OKM، دليل المستخدم باللغة الإنجليزية، وأيضا كتالوج الجهاز. عندنا أيضا هدية من المصنع مع الجهاز. الوحدة الرئيسية لجهاز الفيوجن بروفيشنال بلس الخاصة بجميع الأنظمة الموجودة بالجهاز، خفيفة الوزن سهلة الحمل ومصنوعة من البلاستيك المقوى. عندنا أيضا أحد مميزات جهاز الفيوجن بنسخة البروفيشنال بلس حصرا، وهو حامل الوحدة الرئيسية اللي بيتيح لنا استخدام الجهاز بوضع التصوير ثلاثي الأبعاد، بوضع المسح المباشر، بالوضع الأفقي لتغطية أكبر مساحة ممكنة وتسهيل الوقت والجهد على المستخدم. طبعا تعديل الطول. عندنا أيضا الحامل للتابلت بي سي تابلت المقدم مع الجهاز، هذه حاملة ممكن نركبها على ذراع أو مسند الجهاز بحيث تسهل علينا عملية التحكم بالتابلت أثناء استخدام الجهاز. عندنا أيضا الفلاش ميموري الخاصة بوصل التابلت بي سي مع الجهاز عن طريق البلوتوث، وجميع اكسسوارات الشحن من شاحن منزل إلى شاحن سيارة. أيضا سماعات من شركة باناسونيك مقدمة مع جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس، وويندوز تابلت بي سي مثبت مسبقا عليه برنامج الفيجواليزر 3D بنسخة مجانية مقدمة مع جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس. حاليا لكيفية اتصال الوحدة الرئيسية للجهاز مع التابلت المقدم مع الجهاز لتشغيل برنامج الفيجواليزر والبدء بالبحث بالجهاز. بداية بنشغل الوحدة الرئيسية عن طريق الزر الخاص بالتشغيل بهذا الشكل، بعدين ننتقل للتابلت بعد اتصال طبعا الفلاش ميموري بالبي سي، تظهر عنا مباشرة بشكل تلقائي اتصال مع جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس. تم الاتصال، بعدين نفتح برنامج الفيجواليزر الموجود على التابلت. لبدء عملية البحث طبعا بالجهاز بننتقل لكلمة ملف، بعدين خيار جديد. بداية عندنا اختيار نوع الجهاز، طريقة الإرسال بلوتوث، نمط التشغيل أو نظام البحث المراد استخدامه. بداية حنبدأ معكم الجراوند سكان. عندنا 4 أنظمة، اللايف سكان أو المسح المباشر بطريقة أفقية، وعندنا المسح المباشر بالألترا ساوند أو الإشارات الفوق صوتية، وعندنا أيضا اللايف ساوند أو نظام الصوت المباشر. حنختار حاليا الجراوند سكان، طول الحقل أو طول الخط البحث الأول أو طول الخطوط البحث المراد البحث فيها أثناء نظام المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد. حاليا حنختار 5 متر، بإمكاننا طبعا نزود المساحة إذا كان عندنا المساحة المراد المسح فيها أكبر. بعدين نضغط على كلمة
موافق. الخيار الآن بيعطينا هل نحن بدنا نستخدم الجهاز. طبعا هذا الخيار متوفر فقط بالجهاز الفيوجن بروفيشنال بلس، بنسخة البروفيشنال بلس، لأنه متوفر معاه هولدر أو حامل للوحدة الرئيسية أو حامل للسنسر، فبإمكاننا نستخدمه بالشكل الأفقي حتى يغطي عنا مساحة أكبر ويسهل علينا عملية المسح الأرضي ويوفر علينا الوقت. بعدين نضغط موافق. طبعا حاليا الجهاز او عملية البحث ما راح تبدأ الا لما نضغط على هذا الزر. خلينا نركب معاكم الجهاز، نضغط على الزر وناخذ اول عملية مسح. طبعا حاليا بعد ما ركبنا الوحدة الرئيسية بالنظام التصويري بشكل افقي، وعندنا لما نكون جاهزين بيكون طبعا ارتفاع الوحدة الرئيسية او ارتفاع السنسر الخاص بالنظام التصويري من 5 إلى 15 سنتيمتر، ولما نكون جاهزين نضغط على زر البدء في اسفل البرنامج على اليسار. مباشرة بنبدأ بالمشي مع الجهاز مزامنة للقطات اللي بياخذها. بعدين بننتقل للخط الثاني بهذا الشكل، وبنضغط مرة ثانية على زر البدء حتى ياخذ الخط الثاني الموجود بنفس المنطقة. ونبدأ ناخذ الخطوط لحتى نخلص المنطقة اللي عندنا. طبعا هذا كان النظام التصويري. هذه الصورة لما نخلص نضغط على زر الاكس بحيث الجهاز يخلص عملية التصوير. طبعا عندنا هذه الصورة اللي ظهرت عندنا بشكل ثلاثي الأبعاد. بإمكاننا نحدد الفراغات عن طريق اللون الأزرق الموجود بالصورة، وأيضا نحدد المعادن باللون الأحمر. اللون الأخضر طبعا بيكون خاص بالتربة الموجودة عندنا، اللون الأزرق الفاتح أو الأزرق السماوي بيكون خاص بالرطوبة الموجودة. ندخل حاليا لوضع البحث الثاني الموجود بالجهاز، وهو اللايف سكان بشكل أفقي أو المسح المباشر، واللي بيعطينا نتائج مباشرة أثناء المشي بالجهاز بحيث إذا كان موجود فراغات أو موجود معادن عندنا. نختار اللايف سكان، بعدين نضغط على كلمة موافق. لما نكون جاهزين طبعا بعملية البحث نضغط على زر البدء كالعادة، وارتفاع الوحدة الرئيسية بشكل اعتيادي من 5 إلى 15 سنتيمتر كحد أقصى، ونبدأ عملية البدء ونبدأ بالمشي. طبعا اللون الأزرق بيدل على الفراغات، اللون الأحمر بيدل على المعادن. ننتقل للخط الثاني. طبعا عملية المشي بتكون بطيئة نسبيا بحيث الجهاز يستشعر جميع الأهداف الموجودة عندنا في باطن الأرض. ننتقل حاليا لوضع البحث الآخر الموجود بجهاز فيوجن بروفيشنال بلس، واللي هو وضع اللايف سكان ألتراساوند أو المسح المباشر الخاص بالموجات فوق صوتية، واللي بيعطي نتائج دقيقة جدا أثناء البحث عن الفراغات والمعادن في باطن الأرض. نختار الألتراساوند، بعد أن نضغط على موافق الجهاز بيسألنا هل تود أن تفعل قرص البحث الخاص بالكشف عن الذهب، وهو القرص البحث المدمج بالوحدة الرئيسية بأسفل الوحدة الرئيسية والخاص بالبحث عن قطع الذهب الصغيرة الموجودة على سطح الأرض واللي بعماقها بتتجاوز 5 إلى 10 سنتيمتر. نضغط على سبيل المثال نعم، بعدين بنأخذ الجهاز لبدأ عملية البحث. بنضغط على الزر الموجود في الوحدة الرئيسية وعلى الزر الموجود في التابلت. بنحافظ على مسافة ارتفاع الوحدة الرئيسية من 5 إلى 15 سنتيمتر طبعا، ونضغط على الزر لبدأ عملية البحث. نبدأ بالتحرك بشكل مستقيم، والنتائج بتكون بشكل مباشر على التابلت. طبعا هذا الوضع من أدق أوضاع البحث في مجال التنقيب عن الفراغات والمعادن في باطن الأرض، بيعطي أعماق كبيرة جدا، بيعطي نتائج دقيقة جدا بالنسبة للفراغات الموجودة. مع آخر وضع بحث بجهاز الفيوجن بروفيشنال بلس، واللي هو اللايف ساوند أو نظام الصوت المباشر، واللي بيعطي الجهاز فيه صوت مباشرة عند التقاط أي نوع من أنواع الشذوذ الأرضي سواء كان فراغ أو معدن مدفون في باطن الأرض. نختار اللايف ساوند من عن طريق التابلت، نضغط موافق. نفس السؤال اللي موجود بالألتراساوند، وهو تشغيل القرص المدمج الخاص بالبحث عن قطع الذهب الصغيرة اللي بتكون أعماقها سطحية. أيضا طبعا هذا الجهاز بيكتشفها على بجانب اكتشاف الفراغات
والمعادن المدفونة في باطن الأرض على أعماق كبيرة، ولكن الجهاز بخيرك، هل أنت بدك الجهاز يكتشف الشذرات الذهب الصغيرة الموجودة في أعماق؟ على سبيل المثال نضغط لا، منخلي تركيزنا فقط على المعادن والفراغات الموجودة في أعماق كبيرة. بداية البحث نفس الطريقة، الضغط على زر الوحدة الرئيسية للبدء أو على الزر الموجود في البرنامج، نضغط على الزر، تبدأ عملية البحث. طبعا عند البدء لازم نتأكد المكان اللي احنا موجودين فيه يكون خالي من أي معدن، بحيث الجهاز يعمل عملية المعايرة الأرضية بشكل صحيح. نبدأ بالتحرك بشكل بطيء نسبيا، بحيث الجهاز يبدأ يلتقط الأهداف الموجودة في باطن الأرض. هذا كان جهاز الفيوجن بروفيشنال بلس، جميع الأنظمة طبعا بشكل سريع ومختصر. الجهاز ممتاز جدا للبحث أو تصوير الفراغات والمعادن المدفونة في باطن الأرض. طبعا أي عميل بيتم أخذ الجهاز الفيوجن من عند شركة جولدن ديكتر بيحصل على تدريب ومتابعة كاملة مجانية من مهندسين قسم الدعم الفني، بحيث يتمكن من الجهاز وما يكون عنده أي مشاكل أثناء الاستخدام أو أي أسئلة واستفسارات غير مجاب عليها. شكرا لمشاهدة الفيديو، يعطيكم ألف عافية.